وفي أول باكورة من باكورة سلسلة الابتكار، والتي نتحدث فيها عن الابتكار في التعليم الإلكتروني، ثم سنتحدث بعد ذلك عن الابتكار في تطوير الألعاب الإلكترونية، ومن بعد ذلك في ريادة الأعمال، ثم الذكاء الاصطناعي، ثم الابتكار في التحول الرقمي. نود أن نشكركم في بداية هذه السلسلة، نشكر لكم حضوركم. ما شاء الله تبارك الله، تجاوز الحضور فوق 1000، فهذا إنما يدل على اهتمامكم وحرصكم وعلى تشجيعكم لنا في منصة تزامن، التي هي إحدى مبادرات عمادة التعلم الإلكتروني في جامعة الملك خالد. أترك لزميلي الأستاذ محمد الجار الله تقديم هذه الندوة وتقديم ضيفنا الكريم الدكتور عبد الله آل محيى، فأهلا وسهلا بالجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءاتكم بالإبداع والابتكار. هذه تحية لكم من عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد، ومني أنا محدثكم محمد جار الله، فأهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. تزامن لها من اسمها نصيب، فهي تهدف إلى نشر العلم والمعرفة في كل زمان ومكان، الآن وغدا، داخل الجامعة وخارجها، لا يحدها زمان ولا يقيدها مكان. تزامن تنقل لكم خبرات زماننا في شتى العلوم وعلى اختلاف التخصصات الأكاديمية والمعرفية والثقافية، تتيح الفرصة للتواصل، تفتح النقاش عبر الزمان وبكل تزامن مع أماد المكان وأفاقه. تزامن بوابتكم إلى الإبداع المعرفي. ندوة اليوم مختلفة نوعا ما لارتباطها بمحورين كبيرين على غاية في الأهمية، والابتكار والتعليم الإلكتروني. الابتكار بما فيه من الإبداع وتجديد ومنافسة وتطوير واختلاف، والتعليم الإلكتروني بما هو مستقبل للتعليم والمنافسة وميدان لهذا الابتكار وخلاصة لقدرات الإنسان. التعليم الإلكتروني، ومن خلال هذين المحورين ستتكون ندوة الليلة التي تحمل الكثير من الدلالات حول هذين المفهومين الكبيرين وحول طرق الربط بينهما. حول هذه المفاهيم، يحدثنا ضيفنا هذه الليلة الدكتور عبد الله آل محيى، أستاذ تقنيات التعليم المساعد بجامعة الملك خالد وعضو مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني. قبل أن تبدأ دكتور عبد الله، نريد أن نعرف هل هناك فرق بين التعلم الإلكتروني والتعليم الإلكتروني؟ هذا سؤال يعني يكون في البداية، قد يكون بداية لانطلاقتك في ندوتنا هذه الليلة، وهل هناك فرق يعني بين التعلم الإلكتروني والتعليم الإلكتروني؟ تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. صراحة أنا ما في قدامي تشات، فأعتمد على أنه الأخ محمد والدكتور نايف يوافوني بأي شيء إذا في إشكالية في الإرسال أو الصوت أو العرض. بعد ذي بدء نكرر الشكر لعمادة التعلم الإلكتروني في جامعة الملك خالد، إتاحة الفرصة لمشاركة بعض الأفكار مع الأخوان الأعزاء اللي شاركونا في هذه الأمسية. بخصوص سؤالك أخي محمد عن الفرق بين التعليم الإلكتروني والتعليم الإلكتروني كمدخل، صراحة هي الفرق بين مصطلحية التعليم والتعلم. في التعليم يعني صراحة أكثر ما يتعلق فيه هي مفهوم التدريس أو مهنة المعلم teaching. التعلم learning هو طريقة اكتساب المعرفة والمهارات والكفايات لدى المتعلم نفسه، فهي مهنة الطالب نفسه تقريبا. يعني هذه بشكل شامل يعني مفهوم الفرق بين التعليم والتعلم. وإن شاء الله تعالى يعني راح نتحدث اليوم عن الابتكار في التعليم الإلكتروني. بصراحة الموضوع ذا موضوع شيق جدا، الارتباط الابتكار بالتعليم الإلكتروني صراحة ارتباط وثيق جدا فيه. طبعا راح نتحدث اليوم عن النقاط التالية، حاول استعرضها معكم في الجدول في البرزنتيشن. دقيقة واحدة بس، أساس عرض معه.
أوكي جيد. أرجو أن الشاشة بدأت تظهر عندكم عناصر محاضرة أو عناصر هذه الأمسية الليلة أو عناصر الندوة. راح نتحدث عن الابتكار. ما هو الابتكار؟ ما هو مفهوم الابتكار؟ العنصر الثاني الابتكار وعلاقته برؤية 2030. والعنصر الثالث الابتكار في التعليم الإلكتروني قبل الجامعي. والعنصر الأخير راح نتحدث عن الابتكار في التعليم الإلكتروني في القطاع الجامعي والخاص. ولا نستطيع أن نفصل القطاع الجامعي عن القطاع الخاص. في السابق كان ممكن الفصل بينهما، أما الآن فأصبح عن طريق التعليم الإلكتروني عملهما يعني مندمج بشكل كبير. إن شاء الله تعالى أن هذه العناصر يعني تفي بالمطلوب في مفهوم ندوتنا الليلة. كذلك الحال يؤخذ بعين الاعتبار أن الجمهور المستهدف اللي يحضر معنا الليلة الكريم قد يكون معلم، قد يكون عضو هيئة تدريس، قد يكون مختص في التعليم الإلكتروني، قد يكون طالب، قد يكون مهتم بموضوع التعليم، فبالتالي لا أستطيع أن أتعمق في بعض النقاط. نحاول نأخذ يعني سنابس سريعة حول المفاهيم الأساسية. بادئ في بدء كما ذكرنا أنه راح نتحدث عن الابتكار. دائما ما يرتبط الابتكار يعني نتحدث عن مفهوم الابتكار. ما هو الابتكار؟ ما هي المدارس الرئيسية في الابتكار؟ قبل ما ندخل في موضوع الابتكار مع التعليم الإلكتروني، دائما يرتبط الابتكار بالبحث عن الأفكار والتفكير خارج الصندوق. فباركس ذكر أنه صراحة ما يعوق الابتكار عدم وجود الأفكار، ولكن المعوق الأساسي للابتكار هو عدم ملاحظة الأفكار الجيدة الموجودة بالفعل. لذلك تجد قائد عن قائد أو قائدة عن قائدة في المدارس في الجامعات يختلفون من ناحية التقاط الفكرة وتوظيف الابتكار لحل المشكلات أو تحسين الخدمات أو المنتجات. يعني هذه هي الفرق الرئيسي. طبعا مصداقا لهذه الفكرة في الكمبيوتر الشخصي اللي نتحدث فيه الآن، سواء كان كمبيوتر ماك أو ويندوز أو الجوالات اللي متصلة بالندوة الليلة، صراحة المبتكر الأساسي الكمبيوتر الشخصي اللي تشاهدونه أمامكم هو في مختبرات زيركس. في الحقيقة لا شركة مايكروسوفت ولا شركة أبل هي من ابتكر الحاسب الشخصي، ولكن شركة زيركس لما جوا الريسيرش اند ديفلوبمنت البحث والتطوير في مختبرات شركة زيركس في بالو ألتو في كاليفورنيا في الستينات ميلادي، لم تعر الفكرة انتباه أعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي. وجدوا أنها فكرة ليست ذات أهمية. وفي زيارة خاطفة للمعمل ستيف جوب زار المعمل، لقط الفكرة وشاف أنه إبداع وابتكار يغير العالم. بعد كذا طبعا لما شافوا اللي في Research and Development اللي في البحث والتطوير ان فكرتهم لم تجد رعاية من الشركة، انتقلوا لشركة ستيف جوب اعطاهم عرض في بداية التأسيس في السبعينات ميلادي. وبدأت انطلقت البي سي من شركة صراحة شركة ابل وشركة مايكروسوفت. فنجد الان ان اللي سيطر على اسواق الحواسيب في العالم شركتي ابل ومايكروسوفت، وهما لقطا ابتكار من شركة زيركس، بينما نجد شركة زيركس يعني لا زالت في نفس فكرتها الأساسية وبقيت على نفس منتجها الأصلي. إذن اللي هو ما مكان التصوير. إذن هنا الفرق في التقاط الفكرة من عدمها. كذلك الحال هذا نفس الشيء في شركة نوكيا وآيفون. يعني شركة نوكيا عندما أتى قسم البحث والتطوير مع صدور بداية الآيفون، ذهبوا لمدير شركة مجلس إدارة في شركة نوكيا وذكروا لهم انه عندنا منتج تاتش سكرين ممكن يعني مع نحتاج استثمار من 100 ل 200 مليون دولار عشان نوديه من خط الانتاج. اعضاء مجلس الاداره ذكروا لهم في بدايه عام 2007
ذكر لهم كم الماركت شير لشركة آيفون، كم حصة شركة آيفون في سوق الجوالات، فكانت طبعا الإجابة أقل من 3%. قالوا إذن هذا غير منافس. إذن عدم التقاط الفكرة من أعضاء مجلس الإدارة أدى إلى بعد مجموعة سنوات انهيار الشركة بالكامل وإفلاسها. إذن الابتكار هو السر في الاستمرار والتطوير والتقاط الفكرة الجيدة وتحويلها إلى منتج أو خدمة أو تحسين الخدمات، هو الذي يفرق الشركة المميزة أو يفرق عن الشخص الذي يحظى بفرصة مميزة من الذي لا يحظى بهذه الفرصة. نجي الابتكار، صراحة عندنا الابتكار ارتبط يعني اقتصاد الابتكار باقتصاد الولايات المتحدة، وانطلقت صراحة يعني عندنا MIT وهارفارد وستانفورد، هي ثلاث مدارس انطلقت منها عدد كبير جدا من الشركات وكان لهم مدارس في الابتكار. طبعا نجي في MIT، يعني مفهوم الابتكار من ضمن المفاهيم الأساسية لدى MIT، انه الابتكار يكون انواع تقني او ابتكار في تحسين الاجراءات البيزنس بروسيس او ابتكار في البيزنس موديل تحسين نموذج العمل. وفئات الابتكار انه يكون جذري الديستربتيف يعني يغير بالكامل او تدريجي او انه يكون جانبي. وفئات المبتكرين، في مبتكرين مندفعين بالتقنيه يبحثون عن حلول التقنيه اولا عندهم، وفيه مبتكرين عندهم مشكلة ولكن لا يوجد عندهم حل ويبدأون يبحثون، وفيه مبتكرين راغبين في التميز. إذن هذه أنواع الابتكار وفئات الابتكار وفئات المبتكرين. طبعا عن طريق MIT Open Courseware في كورس كامل، اكتب انت في محرك البحث Open Courseware OCW MIT Innovation، راح تلاقي الكورس فيديوهاته يشرح لك مفهوم MIT في الابتكار. نجي بعد كذا عند ستانفورد. ستانفورد صراحة هي في كاليفورنيا، هي في الغرب الأمريكي. يعني ستانفورد انطلقت منها الشركات وأكثر منتجات وادي السيليكون، وارتبطت بالإبداع والابتكار. ستانفورد صراحة يعني الفكرة الأساسية اللي انطلقت من عندها اللي هي التفكير التصميمي Design Thinking. Design Thinking اللي أسسه واحد اسمه برنارد روث، وهو أساساً دكتوراه في الهندسة الميكانيكية، وفي عام 62 ميلادي بدأوا يفكرون في مفهوم Design Thinking. طبعاً مفهوم Design Thinking اللي خلى شركة جامعة ستانفورد تفكر في الابتكار والديزاين ثينكينج، إنه بدأ ينطلق السيليكون فالي في الستينات ميلادي، بدأت شركة انتل في المايكرو بروسيسور، وبدأ انطلاق، ولذلك سمي وادي السيليكون لأن بدأت السيليكون يعني في المايكرو بروسيسور. وجت منح مالية ضخمة جدا في الستينات ميلادي لسباق الفضاء في الولايات المتحدة، وجاء تمويل كبير جدا للتقنية، وكانت المنح المالية اللي المشروع الفضاء هي أكثر من أسهم صراحة في صناعة وادي السيليكون في الستينات والسبعينات ميلادي، وبعد كده تولد الشركات المتولدة عنها. Design Thinking ما في داعي يدخل في تفاصيله، في منصة مميزة جدا اسمها منصة KQX من جامعة الملك خالد، فيها كورس عن التفكير التصميمي، وجامعة الملك خالد أرسلت عدد كبير من منسوبيها للديزاين سكول في جامعة ستانفورد، وصراحة يعني كان لهم إسهام كبير في تطوير جزء كبير من حركة التعلم الإلكتروني في الجامعة. فطبعا الكورس موجود، تستطيع أن تأخذ الكورس ويكون متاح أونلاين for free على منصة KQX. إذن هذا المدخل الثاني من المداخل، وهذا اللي صراحة صار الأكثر انتشاراً واشتهاراً، يعني الأكثر انتشاراً الآن كمدخل مداخل الابتكار. لو رجعنا مرة ثانية لبوستن، يعني بدينا من MIT رجعنا لهارفارد، صراحة هارفارد في عندهم كلي كريستنسن، في عندنا نموذجين من نماذج الابتكار.
في عنده عملية إنه ابتكار، إنه في عندي disruptive innovation والsustaining innovation، الابتكار الجذري الثوري والابتكار التطويري أو التحسيني. وله كتاب في عملية disruptive innovation model عند كلي كريستنسن، وطبعا فكرة هي جاية من البزنس. قلت تقول إيش علاقة الإيليرنج بالبزنس؟ صراحة أفضل كتب الإدارة وأفضل كتب الابتكار التي تطبق في الخدمات الحكومية والصحية والتعليمية هي من البزنس. وهذا يعني حتى في بعض الدورات التدريبية اللي حضرتها وكانت في الإدارة الحكومية، فذكرت لهم لماذا المصادر عندنا الجيم كولينز وغيره من مصادر في البزنس، فذكروا أنه المصادر الجيدة حتى في التدريس الخدمات الحكومية المصادر الجيدة أساسا هي مصادر منطلقة من البزنس أورينتد. فبعضهم يعني لأن بعض المستمعين قد يرى أنه إيش علاقة هذا بالبزنس بالتعليم، لو في علاقة وثيقة والابتكار وعلاقة بالخدمات التعليمية. النموذج الثاني من كلي كريستنسن اللي هو job to be done، وقصة المشهورة في طبعا مع شركة ماكدونالد لما جاء كانوا يبغون يطورون خدمات البيع في الميلك تشيك، وكانوا كل ما جاء صلحوا حملة ترويجية دعائية ما تنعكس في المبيعات. لما رجعوا مرة ثانية وركزوا وجلسوا في ماكدونالد لقوا أن أكثر الزبائن يجون في الصباح من الساعة 8 والساعة 9 وفي بعد الظهر. لقوا زبائن الصباح لما سألوهم قال والله أنا رايح الدوام للعمل، لقعد نص ساعة في الطريق أبغى حاجة تشغلني، وأبغى إذا وصلت العمل أكون شبعان لمدة ساعتين ثلاث ساعات قدام فأخذ الميلك تشيك. واللي بعد الظهر كانوا عبارة عن أمهات أو آباء يأخذون أبنائهم معهم ويعطونهم كجائزة أو كهدية في نهاية الدوام إنه ميلك تشيك. طبعا بالطريقة هذه غيروا مفهوم الدعاية في الصباح، خلوهم ركز أكثر وخلوه جاهز للطلب ما ينتظر الموظف لأنه بيروح الدوام، واللي بعد الظهر خلوه معاه هدايا أطفال. وبالتالي انعكست لأنهم عرفوا إيش العمل اللي يقوم فيه شراء المنتج، job to be done. وراح نشوف الآن في أمثلة في التعليم الإلكتروني نشوف الآن كيف طبقت هذه اللي job to be done في بعض الأمثلة اللي نشاهدها بعد قليل. تقريبا هذه مفاهيم الابتكار الأساسية، مفاهيم MIT، مفاهيم هارفارد، مفاهيم ستانفورد، الثلاث المداخل كمفاهيم أساسية في الابتكار، وهي تعتبر مدارس الرئيسية في مفاهيم الابتكار. نجي الآن في رؤية 2030 علاقتها بالتعليم الإلكتروني، علاقتها بالابتكار. صراحة العلاقة وثيقة. رؤية 2030 هو نوع من الابتكار لتحويل الاقتصاد من اقتصاد مبني على النفط إلى اقتصاد يعني معرفي. إيش علاقتها بالتعليم الإلكتروني؟ إيش علاقتها بالابتكار؟ راح نشوف مدير جامعة كاوست. مدير جامعة كاوست ذكر أنه رؤية 2030 هي استثمار برأس المال البشري وأساسه في التعليم. إذا رؤية 2030 الركن الأساسي في تحقيقها هو رأس المال البشري. ورأس المال البشري عشان يطلع qualified يؤدي إلى أنه يعطي قيمة مضافة في الاقتصاد لابد أن يكون تعليمه تعليم جيد. وهذه أمثلة نشاهدها في دول في 20 سنة الماضية، يعني ما نتكلم عن 200 سنة الدول العريقة في التعليم، لا نتحدث عن كوريا الجنوبية، فنلندا، سنغافورة، ماليزيا، هذه كلها استثمرت في التعليم ورفعت من كفاية رأس المال البشري وتغير اقتصادها. إذن هذه هي لما تقول مش علاقة التعليم بالرؤية، هو المرتكز الأساسي للرؤية لأنها مركزة على رفع رأس رفع الكادر البشري في كفاياته بشكل أنه يعطي قيمة تنافسية اقتصادية. لو جينا في رؤية 2030 نبغى ندخل، لأن كلنا يدعي وصلا بليلة، يعني كيف يكون التعليم الإلكتروني علاقة فيه؟ نشوف مثلا لمحة على برنامج مثلا القدرات البشرية.
هذا البرنامج برنامج تنمية القدرات البشرية، هو واحد من البرامج الثلاث عشر المنبثقة من رؤية 2030. لو نلاحظ أن يأتي في برنامج تنمية القدرات البشرية أنا بضع خط أحمر، ولا تلاحظ أنها مرتبطة بالتعليم المبكر والتعليم والتدريب المستمر مدى الحياة. لو نلاحظ الخط الأحمر اللي بعده من خلال برامج تعليم وتأهيل وتدريب تواكب مستجدات العصر، والخط الأحمر اللي بعده تتوائم مع احتياجات التنمية وسوق العمل. يعني التعليم للتعليم والتعليم المفتوح والتعليم بدون قياس هذا أنتهى عصره. التعليم المرتبط مع احتياجات التنمية وسوق العمل هو التعليم المطلوب الآن، ويجب كذلك أن يرتبط متطلبات مستجدات العصر ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة. إذا الاقتصاد يعتمد على، لذلك في تشريعات جديدة وأجهزة جديدة أنشئت في الدولة مرتبطة بالارتفيشال انتليجنت والذكاء الصناعي اللي هو الثورة الصناعية الرابعة. ولو نجي في آخر سطر أنه لابد يكون التعليم مرتبط بالتوجهات الحديثة والمبتكرة في مجالات التعليم والتدريب. إذن لو قلنا محاضرة ندوة الليلة تكفيني الشاشة دي، إنها ربطت ما بين الرؤية والتعليم والتدريب والتحاق ومواكبة مع سوق العمل وتوظيف الابتكار في التعليم والتدريب. السطر الأخير اللي هو ندوتنا الليلة، إذن الابتكار في التعليم والتدريب هو المخرج الرئيسي لتغذية رؤية 2030. بدل ما تكون هذه المخرجات يكون فيها تكدس وعدم موائمتها مع سوق العمل وتلتحق بالبطالة، تصبح قوة تضيف في عجلة التنمية الاقتصادية. من ضمن الأمثلة كذلك المرتبطة اللي تدل على فعلاً أنه التعليم مرتبط برؤية 2030، أنه مؤسسة مسك الخيرية فتحت مسك أكاديمي، أكاديمية مسك، وأكاديمية مسك هي قائمة على الابتكار في التعليم باستخدام أسلوب التعليم الإلكتروني لتحقيق قوى كوادر بشرية ترتبط مع الاتجاهات الحديثة وسوق العمل. لو شفنا في رسالة مسك أكاديمي اللي هي تمكين الأجيال القادمة من قيادات ومفكرين وخلاقين ومبتكرين عن طريق تجربة تعليمية متطورة ومتوائمة مع حاجات التوظيف يتم تقديمها من خلال كوادر تعليمية عالية المستوى. إذن لو تلاحظ حتى كلمة العالمية تكررت قبل في الشريحة اللي قبلها. محاور التعلم في مسك أكاديمي في التكنولوجيا، في الإعلام الرقمي الإبداعي، وفي تنمية المهارات القيادية، وجميعها تقدم أونلاين بتعليم إلكتروني كامل، وتحتها مكتوب البرامج اللي موجودة. طبعا بإمكانك تطلع على مسك أكاديمي وتروح تطلع على جميع برامجها وفيديوهاتها الشارحة وتدريبها الموجود. طبعا من ضمن التكنولوجي راح يكون فيه البرمجة، تطوير التطبيقات، البيانات الضخمة البيج داتا، أمن المعلومات، الحوسبة السحابية، الكلاود كمبيوتينج، الذكاء الصناعي، إنترنت الأشياء. يعني هذه راح مؤسسة مسك تدرفك عليها بالشراكة مع مؤسسات عالمية. الإعلام الرقمي اللي في النص راح يكون عندي الواقع الافتراضي والواقع المعزز والميكس، وهذه طبعا انطلاقتها كبيرة جدا مع الإنترنت اوف ثينجز ولها مجال كبير، وتصميم الألعاب وكذلك يعني لو تلاحظ أنه في مبادرات وطنية في هذا المجال، وفي جامعات سباقة ورائدة في انطلاق في مجال الألعاب التعليمية برمجتها والواقع الافتراضي برمجتها والذكاء الصناعي وتأسيس أشياء فيه. ولله الحمد في جامعات سعودية الآن بدأت تنطلق بشكل كبير، وفي أجهزة حكومية شكلت بهذا الشكل للمسايرة هذا الشيء. تنمية المهارات القيادية موجودة أمامكم، لأن القيادة هي المفتاح صراحة للتميز. من ضمن الشركاء اللي موجودين مسك يوداسيتي، برنامج مسك يوداسيتي. طبعا يوداسيتي تعتبر من منصات الموك، المقررات الإلكترونية هاي الالتحاق. يوداسيتي لما تسجل في بعض البرامج اللي فيها، يوداسيتي أساسا غيرت من سوق الجامعات. يوداسيتي زي الآيفون، إذا كان عندنا آيفون في سوق الجوالات فعندنا يوداسيتي هي اللي غيرت بزنس موديل للجامعات كلها.
من ضمن الأشياء اللي عندي يوديستيان في عنده أول شيء طلعت المايكرو ديجري والنانو ديجري، طلعت درجات علمية متناهية الصغر ما كانت موجودة، كان في عندنا بكالوريوس ماجستير دكتوراه. طبعاً يوديستي تقول هذا الكلام لا ينفع، طلعت مايكرو ديجري نانو ديجري في بعض البرامج في الداتا ساينس في الارتفيشال انتليجنت في الأشياء اللي من هالقبيل. لما تسجل عندي يوديستي تكمل الكورس مدة 6 شهور 8 شهور، الكورسات المتوالية اللي هي مايكرو ديجري تضمن لك يوديستي الوظيفة، في حال عدم توظفك يرجعوا لك المبلغ اللي أخذوه منك. فبالتالي سوق التعليم اختلف بابتكار، وما نتحدث عن أشياء في المستقبل وبعد 5 سنوات 10 سنوات، نتحدث عن أشياء موجودة الآن وصراحة موجودة من أمس، انطلقت من عام 2012 و2015 بشكل كبير، فأكثرها في عام 2015 موجودة، وصار لها شراكة مع مؤسسة مسك وصار لها أكسس، ما هو بالشرط أنك تأخذ النفاذ لهم باستخدام انه بالكريدت كارد تسجل عندهم، حتى بامكانك عن طريق انتجريتر انك عن طريق مسك الخيريه، اكاديميه جنرال اسمبلي واكاديميه المختبر التقني. اذا لو نلاحظ انه مرتكز الرؤيه 2030 الاستثمار في راس المال البشري، لن يتم الاستثمار الا بابتكار في التعليم، الابتكار في التعليم لن يتم الا بطريقه التعليم الالكتروني. في نقطه مهمه جدا، انه ليس فقط المملكة العربية السعودية أو الدول الخليج أو التي تعاني من مشكلة عدم موائمة الخليجي مع سوق العمل. في الولايات المتحدة في الشهر الماضي كان فيه 480 ألف خريج، يعني خريج، وفيه 720 ألف وظيفة، يعني الوظائف أكثر من الخريجين، لكن لما جاء شركات التوظيف لقيت أنه فقط 40% من الخريجين يتوافقون مع سوق العمل، فرغم أن الوظائف أعلى لكن الخريجين لا يتوافقون. هذا الحال موجود حتى في الجامعات الأمريكية، في عندك هارفارد بزنس ريفيو في لها مقالات في هذا المجال، وأنا وضعت تغريدات حول هذا الموضوع بالترجمة للمقالة هذه. إذن المخرج هو الابتكار بحلول التعليم الإلكتروني، يعني هذا هو المخرج الأساسي. لما نجي في التعليم قبل الجامعة بنرجع للجامعات قبل شوية، بنشوف نماذج كثير جدا. إحنا خرجنا الآن من 2030 لأن أول مرة قلنا نعرف الابتكار، النقطة الثانية 2030، النقطة الثالثة في المحاضرة ندوة الليلة تعليم قبل الجامعة، والنقطة الأخيرة في الجامعة والشركات. فبقي عندنا نقطتين، هذه هي النقطة الأولى، النقطة الثالثة في العناصر اليوم. يعني ما أكبر مشكلة تواجه طلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي؟ لما يجي الطالب يدخل الجامعة وهو في الصف الثالث ثانوي، نتحدث عن في السعودية هنا، أكبر مشكلة تواجههم تقريبا، يعني شبه متفقين المنازل، أنه أكبر مشكلة تواجهني في القبول في الجامعة التخصص، قبول في الجامعة والتخصص مرتبط بمعدل، المعدل مرتبط بالكفايات والقدرات. إذن عندي مشكلة تمس كل بيت في طالب في المرحلة الثانوية في السعودية بشكل كامل. طيب نشوف من اللي فكر فيها، هذا فهد التميمي. فهد التميمي معلم رياضيات، لو تلاحظون المشاهدين له أسفل على اليمين 10,500,000 متابع ومشاهدة. إذن فهد التميمي معلم رياضيات درس 10,500,000 درس عن طريق على اليوتيوب، وبعدين ما استخدم ميزانية بالمليارات، استخدم كاميرا ثبتها وقاعد يكتب بقلم ورقة، وبعد كده يقول للمشاهدين وقفوا حلوا مسائل ارجعوا شغلوا وهكذا. إذن كان يدرس أحد جنبه نفس فكرة خان أكاديمي. أنا بالنسبة لي أنا كعضو هيئة تدريس ومعلم، يعني أنا معلم، يعني كم درست من طالب وكم دفعت علي الدولة مثلا من رواتب؟ يعني مبلغ ضخم جدا، يعني لما تقيسه من تاريخ تعييني إلى الآن. طيب هل درست 10,500,000 زي فهد التميمي؟ درسهم بلاش طبعا. طيب هل درست 1,500,000 100,000 10,000؟ إذن هذا مثال حي أمامكم من ولد من أولادنا أبتكر حل
وطبعا هذا زي نظرية طبعا كلير كريستنسن جاب تو بي دان، انه حل مشكلة لتحل ثغرة عند شخص، فهذا مدخل في الابتكار اللي هو زي مثلا جاب تو بي دان. طبعا فهد التميمي بعد كذا في اثنين من الشباب هذه تغريدتهم، هذا واحد اسمه هيثم يقول بدأت احداث هذه التغريدات قبل 8 سنوات في مدينة الرياض. اللي طالع في الصورة ملحق بيت في حي الروضة، تخيلوا ملحق في بيت في حي الروضة كانت بداية أنجح مدرسة إلكترونية في الشرق الأوسط بشهادة البنك الدولي. إذن هيثم أنشأ أكاديمية نون وأصبح المعلمين يصلحون دروس، معلش أنا أستخدم اللغة العامية شوية، ما في ينشون دروس المعلمين المتميزين زي فهد التميمي وغير مجموعة نخبة، وينشرونها لإعداد الطلاب للقياس وإعداد الطلاب للتحصيلي، والآن أصبحوا يقدمون تدريس خصوصي تيتوريال، تدريس زي خان أكاديمي، زي أكاديمية خان اللي هي مثلا تدرس تقويف الفيزياء في اللغة العربية في اللغة الإنجليزية وتدفع أنت. طبعا الميزة في التقنية، لماذا التقنية فيها ابتكار؟ يعني في السابق إذا جبت أنت مدرس يدرسك تدريس خصوصي راح تدفع 1000، 1500، 2000، 5000، ما أدري كم مبلغ اللي تدفع. لكن لما يكون على منصة راح يكون المدرس هذا متاح على المنصة، فبالتالي ممكن المشتركين يطلعون 100,000، 200,000، مليون. طبعا منصة نون أكاديمي 2.5 مليون. لما تجي 2.5 مليون تأخذ منهم من 100 ريال بس تكفي، راح يطلع عندك مبلغ بالمليارات. واضح النقطة دي. فبالتالي أصبحت الآن على شكل منصات زي أوبر وزي سناب، صار التدريس على منصة. انتقل في البداية كان التدريس على LMS Learning على الإنترنت، بعدين صار على Learning Management System نظام إدارة التعلم، بعدين طبعا دخل فيها بورتل أني أصلح تسهيل دخوله، والآن انتقل على شكل بلاتفورم. وصار أمازون، صارت نون أكاديمي زي أمازون، تبيع خدمات دروس ومنتجاتها عبارة عن دروس بناء على طلبك. إذن طبعا هذه الصورة كذلك يعني للمعلمين المشاركين، ولها طبعا بزنس موديل معين. بعد كذا هذه شهادة البنك الدولي، يعني قلت لكم قبل شوية شهادة البنك الدولي. البنك الدولي World Economic Forum في اجتماع، هذا هو في السهم اللي فوق على اليسار، أعطى نون أكاديمي، هذه منصة نون آخر في الزاوية السفلى على اليسار، تحدث عنها أنها من أفضل 100 شركة ناشئة مبنية على الذكاء الصناعي والأكثر نمواً في الشرق الأوسط. شهادة جميلة، يعني لو تلاحظون رؤية 2030 تقول نستثمر في الذكاء الصناعي، هذا الآن صنع استثمار مبني على الذكاء الصناعي وحل مشكلة الطلاب والطالبات وصلح شركة ناشئة. طيب الشركة هذه، هذا هو طبعا شرح نون، طبعا هذا كلام عام 2000 و يعني قبل 8 شهور أو أكثر، يعني الآن تغير الوضع. طبعا حاطين 1.5 مليون ريجستر ستيدنت في 1.5 مليون طالب، هم الآن فوق 2.5 مليون طالب. وذاكرين البنك الدولي الآن في الشهادة هذه أنها واحدة من أفضل الشركات نموا مبنية على الذكاء الصناعي. طبعا هذا نون أكاديمي، لاحظوا أنهم جمعوا استثمار ب 32 مليون في جولة الاستثمارية الأولى، يعني الشباب الاثنين اللي كانوا في شقة، أو ما هم في شقة صراحة، في ملحق فوق السطح في حي في الروضة، يعني كانوا بعد 8 سنوات من العمل أصبح الآن التجار يجونهم يقولون نبغى نشارك معكم، تقبلونا كمستثمرين معكم. وخلال 3 سنوات مثلا ينزلون على الآيبو على سوق الأسهم مثلا خلال 3 سنوات، فبالتالي المستثمرين يتوقعون تنضرب الاستثمار لهم في 10، في 32 مليون يتوقعون 320 مليون وهكذا. الجولة الثانية قد يجمعون مبلغ أكبر، والناجح يولد نجاح. فبالتالي لو تلاحظون صار فيه شركة ناشئة مبنية على الذكاء الصناعي تدعم الاقتصاد الوطني، تحل مشكلة الطلاب والطالبات في التعليم، وتقدم ابتكار في حلول التعليم الإلكتروني. هذه القصة تكفي، يعني ما نجيب جون
ومايكل نتكلم عن ربعنا وابتكارهم وابداعهم واللي نفذوه. طبعا نماذج التعليم الالكتروني المدمج في كذلك في بعض المعلمين والمعلمات يرغب انه يطور من التعليم الالكتروني لدى طلابه. من افضل من كتب في التعليم الالكتروني المدمج في التعليم قبل الجامعي معهد كلير كريستنسن، طبعا نفسه حق هارفارد ده بس مصلح معهد. المعهد هذا يقدم خدمات تعليميه وخدمات صحيه واستشارات يعني لنفع البشريه، يعني معهد غير ربحي. فمن ضمن النماذج التعليم اللي هو الروتيشن، انه بدل ما يكون الطلاب طبعا من النماذج التعليم الالكتروني اللي فيها ابداع وابتكار في التعليم قبل الجامعي، لم يعد بالضروره الطلاب يجب ان يتوافر في المدرسه 5 ايام، اصبح زي ما في الوظيفه المرنه فليكس بالليرن الفليكس بالجوب، الوظائف المرنه انك تشتغل من بيتك كسبورت وكدعم فني وكذا وتروح ايام معينه في العمل. حتى الان المدارس اصبحت بهذا النموذج. النموذج هذا اللي هو individual rotation راح يعطيك النموذج. طبعا في موقع كلير كريستنسن تكتب blended learning كريستنسن انستيتيوت راح يطلع لك موقع بفيديوهات ببروشورات بمدارس طبقتها، عنده تقريبا 6 أو 8 نماذج. طبعا لماذا هذا ابتكار موجود؟ لأن المدارس في السابق المدارس مصممة على أن الطلاب يجلسون في كراسي ويجلسون 5 أيام ويجون الساعة 8 الصباح يخرجون 1 الظهر. هذا النموذج كان جيد لما كان التعليم داخل المدرسة والعلم داخل المدرسة والمناهج داخل المدرسة. الآن العلم في جوجل وسيرفرات جوجل وفي السيرفرات خارج الجامعة خارج المدرسة، صراحة أن العلم أكبر بكثير من داخل المدرسة. فأنت إذا دخلت داخل المدرسة راح تحد من فرص المعرفة اللي تكون موجودة عندك. فإذا كنت موجود طول تعليمك داخل المدرسة ففي مشكلة، كذلك إذا كنت خارج المدرسة بنسبة 100% في مشكلة، لأنك تحتاج إرشاد وتوجيه من المعلم. المعلم دوره محوري رئيسي وأساسي في نجاح أي تعليم. فبالتالي أصبحت نماذج هذه النماذج اللي ترى شاهدونها أنه يكون في زي الستيم، زي نماذج تكون مرتبطة بالمعمل. هذا نموذج الانديفيديوال روتيشن راح يكون في عندي مثلا تعليم باستخدام التعليم الإلكتروني، بعد كده يكون في عندي تدريس قدام الطلاب وجه لوجه، بعد كده الطلاب يصيروا مجموعات ويصلحوا مشاريع تعلم وهكذا، ويصير في عندي دورة للطلاب بالروتيشن شرحها موجود في موقع كلير كريستنسن مع فيديوهات مع أدلة بي دي اف مع فيديوهات من المدارس اللي تم التطبيق فيها. طبعا أصبح النموذج الموجود الآن معتمد من US Department of Education اللي هو تصنيف كلير كريستنسن. لاب روتيشن كذلك هذا نموذج ثاني، والفليبت كلاس روم النموذج الفصل المعكوس هذا اللي أكثر انتشارا. طبعا اللي أسس الفصل المعكوس طبعا سلمان خان، معروف أنه سلمان خان لما جاء صلح خان أكاديمي، طبعا يدرس في عنده 10 مليون طالب في الشهر الواحد في عام 2018، تقريبا أكثر من 120 مليون طالب درسوا عنده، هو مدرس واحد يعني. فوضع مبادرة في ولاية كاليفورنيا أنه أنا راح أدي دروس وأعدي دروس والفيديوهات شوفونها الطلاب، وبعد كده يجون في المدرسة يبدأون يصلحون الأنشطة والعمل والمشاريع والواجبات ومنها القبيل. وبعد كده عندنا ريتش فيرشال سكول اللي هي زي مدرسة فلوريدا الافتراضية. مدرسة فلوريدا الافتراضية من أنجح المدارس، عدد الطلاب والطالبات فيها في عام 2017 480 ألف. طبعا مديرتها هي السر في نجاحها، مديرتها اللي هي جولي يانغ. والآن طبعاً مدير رئيس جامعة أريزونا ستيت مايكل كرو، طبعاً هو استقطب المميزين في أمريكا كلهم جابهم مجمعهم عنده، فاستقطبها من فلوريدا وجابها عنده وأسس أكاديمية اسمها بريب ديجيتال في أريزونا. الأكاديمية هذه تفعنا بعملية إعداد جسر الفجوة ما بين مخرجات الثانوية والجامعات وإعداد الطلاب بالجامعات بطريقة إلكترونية كاملة. من ضمن الأشياء اللي في بريب ديجيتال اللي مصلحينها مايكل كرو مع جولي يانغ، إنهم
مصلحين الفيرتشوال رياليتي والاوجمنتد رياليتي، لانهم ماخذين منح بحثيه مبالغ جيده من جيت ومولندا فاونديشن، فبالتالي اخذوا منح بحثيه وجاب واشخاص ناجحين في بيئه جيده يطبقون فيها. فهذه من ضمن الاشياء اللي يكون عندي هنا في ثانويات افتراضيه ومدارس افتراضيه كامله. تقريبا بالشكل هذا نكون غطينا العناصر الرئيسية في التعليم قبل الجامعي. أخذنا تجربة فهد التميمي والشباب اللي أسسوا نون أكاديمي، وبعد كذا شفنا سلمان خان وكليك معهد كليك كريستنسن، وطلعنا عليها بشكل سريع. الجزء الأخير في ندوة الليلة، أعتذر على الإطالة في الحديث، الجزء الأخير الابتكار في الجامعات. أولاً لماذا الابتكار؟ يعني ما جاء على رأي أخواننا المصريين، ما إحنا حلوين كده يعني، الجامعات كويسة كده يعني، لماذا التغيير؟ صراحة يعني الرواد العالميين مثل دراكر من 30 سنة توقع أن الجامعات بينتهي نموذجها بالشكل الراهن. هذا دراكر يعني يعتبر أكبر شخص مرجع في الإدارة في العالم، واللي تحت كلير كريستنسن من أكثر الأشخاص مفكرين تأثيرا في هارفارد، برضه يتوقع أنه في غضون 15 سنة راح تفلس نص الجامعات الأمريكية. طبعا أنا طلعت على إحصائية قبل أسبوع عن رخص بلاك بورد وموديل، نزلت بشكل كبير، يعني نزلت حوالي 30%. فتوقعت أنا أنه كانفاس هو اللي استحوذ على الحصة، لأن كانفاس طبعا نظام إدارة التعلم حديث، وصراحة انتشر بشكل كبير، هو انشئ في 2012 وبدأ هو الأكثر توسعا. لكن لما قريت التقرير لقيت أنه سبب الانخفاض اللي هو إغلاق الجامعات في أمريكا وإغلاق الكليات، يعني السبب تراجع الجامعات. طبعا نموذج الجامعات موجود من عام 1200 ميلادي، انطلق من إيطاليا، فنموذج الجامعات الحالي عمره 800 و... يعني عمره يعني يعني نتكلم عن 850 سنة. فالنموذج الآن أصبح سرعة العصر أسرع منه باختصار شديد، أصبحت مخرجاتها ما توافق مع سوق العمل. لو نجي عند مراكز الأبحاث في فيسبوك، تويتر، جوجل، تسلا، أمازون، الخمسة شركات هذه، مراكز طبعا علي بابا لو جاء أضفناها من الصين، لو الخمس شركات هذه راح تكون نتائج المراكز الأبحاث فيها متطورة على الجامعات. يعني صارت العلم موجود في الشركات أكثر من ما هو موجود في الجامعات، يعني هذه حقيقة موجودة. الجامعات أصبح لذلك لما جت يوديسيتي، مايكرو ديجري، نانو ديجري، الشهادات المصغرة، البوت كامب، المعسكرات الصيفية، هذه برضه انطلقت عندنا على المستوى الوطني، وفي جامعات سعودية كثير ولله الحمد بدأت في هذه المبادرات، وهي مبادرات جميلة وفعالة ولها نجاحات. يعني أنا حضرت في واحدة من الفعاليات أعلن عن إنشاء شركات ناشئة. طبعا هذه كلها النماذج الجديدة، هي نماذج التعليم الجديد وتستخدم التقنية بشكل كبير أساسي. إذن سبب مشكلة الجامعات أن أصبحت يعني العصر سبقها، يعني صارت بدل ما كانت هي السباقة وهي أصبح. طبعا هذا لا يعني أن نظام الجامعات بلا اطلاقا، لا يعني انه درجه البكالوريوس والبي اتش دي تلغى اطلاقا، لكن راح يعني راح تاخذ النظام التقليدي نسبه 20% 30% 70% راح ينتقل لنماذج الابتكار اللي هي محاضره اللي هي مدخلنا الليله، راح نشوفها بشكل سريع. في تقرير نيو هورايزن، طبعا تقرير يتحدث عن التقنيات الحديثه، طبعا شارك فيه 98 شخص من الرواد في التعليم الإلكتروني وفي تقنية المعلومات من الرواد الكبار جدا. طبعا التقرير هذا يصدر تقريبا من عام 2002 سنويا، وعام 2019 كان آخر تقرير. توقع التقرير أنه الابتكار في التعليم الإلكتروني راح يكون خلال السنة هذه في الموبايل ليرنينج وفي تحليل بيانات التعلم. في السنتين القادمة من 19 إلى 21 راح يكون في الميكست رياليتي، الواقع الافتراضي والمعزز، والارتفيشال انتليجنت، الذكاء الصناعي. طبعا
طبعا نتحدث من عام 2022 وإلى عام 2025 راح يكون البلوك تشين والفيرتشوال أسيستنت المساعدات عن بعد. نأخذها بشكل سريع ونختم حضرتنا فيها وندوتنا الليلة إن شاء الله في هذه الجولة السريعة. نبدأ في اللي عندنا 2019 اللي هي الأناليتكس ليرنينج أو تحليل بيانات المتعلمين. لو نلاحظ الآن هذه الصورة من أكاديمية خان، من يوم تسجل دخول راح يعطيك مباشرة كم قطعت، كم باقي لك، وين مشاكلك، وين تحتاج مساعدة. إذن أصبحت تحليل بيانات المتعلم الموجودة داخل النظام اللي بمفهوم البيك داتا والداتا أناليتكس تطلع لك داشبورد، تطلع لك شاشة حية من نشاطك، وتطلع لك الثغرات اللي عندك. إذن أصبحت المنصات طبعا هذه لا يخ طبعا مبنية على الذكاء الصناعي، يعني في 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 فبالتالي المنصات مبنية على الذكاء الصناعي ومفهوم البيك داتا والبيانات الضخمة في للفيجواليزيشن لإظهار البيانات المستفيدة. فأصبح الآن المتعلم يظهر أمامه من يوم سجل كلمة دخول اسم مرور، سواء في إيدكس، سواء في كورسيرا، سواء في يوداسيتي، سواء في خان أكاديمي، سواء حتى في نون عند الشباب السعوديين، هي مبنية على نفس هذا المبدأ، فبالتالي تطلع لك نقاط الضعف. كذلك لو تلاحظ الآن هذه أوبن إيدكس تحليلات التعلم موجودة أمامك بشكل واضح، فبالتالي المنصة لم تعد منصة يعني مصمتة، بل أصبحت منصة تتخاطب معك بالألوان، تعكس وضعك في تعلمك وتعرف النقاط اللي موجودة عندك. هذه كذلك من الداشبورد اللي موجودة على تحليل البيانات في المنصات اللي موجودة في كورسيرا. أو في نقطة عندنا هنا الـ At Risk Student، الطلاب المعرضين للخطأ. الخطر إذا جاء الطلاب سجلوا بعد كذا اللي يطلع بالأحمر معناته أنه ما سلم واجب درجة منخفضة، بالأخضر أموره ماشية، تبدأ تصير في عندك متابعة للطلاب، وهذه تنفع في الإرشاد، تنفع للمعلم، تنفع لولي الأمر. إذا كانت المدرسة عبارة عن ثانوية فبالتالي يعطون حساب الولي الأمر وحساب المعلم وكلهم يتساعدون في مساعدة الطالب. يعني هذه من ضمن الأشياء اللي أصبحت تطبق الآن، لا نتحدث عن مستقبليات، وهي من الابتكارات الجيدة في مجال التعليم. ننتقل بعد كذا للفترة اللي بعدها للذكاء الصناعي. صراحة هذا ثورة كبيرة جدا في التعليم، وإن شاء الله تعالى من ضمن المحاضرات اللي بتكون في منصة تزامن أخصائي الذكاء الصناعي الدكتور سالم العلياني، فعنده محاضرة في إن شاء الله تعالى بيثري النقطة هذه بشكل جيد، وهي يعني نقلة كبيرة جدا. طبعا الميكس رياليتي إلى الآن لا زال تطبيقها بشكل جيد في الطبية، في التطبيقات الطبية وفي العلوم، لكن تطبيقاتها خارج المجال الطبي وخارج العلوم لا زالت يعني في بداياتها. نشوف الارتفيشال انتليجنت، طبعا التطبيقات اللي تطبق من عام 20 يعني العام القادم واللي بعده. نجي عند كورسيرا. كورسيرا لماذا اتحدث عن كورسيرا؟ لان منصة كورسيرا مبنية على الذكاء الصناعي. طبعا الذكاء الصناعي في إدارة المحتوى وإدارة المستفيد، كما هو الحال مثلا عندك في اليوتيوب مبني على الذكاء الصناعي، عبارة عن لوغاريتميات تحدد توجه المحتوى بناء على التاريخ المستفيد وتفضيلاته وبحثه. كذلك في تويتر، سنابس، كل هذه مبنية على الذكاء الصناعي. الذكاء الصناعي البعض يتوقع أنه عبارة عن الروبوتات، ليس فقط الروبوتات، كذلك اللوغاريتميات الموجودة في المنصات التي تؤدي إلى إدارة المحتوى والخدمات والمستفيدين، هذه كلها تعتبر. فمنصة كورسير مبنية على الذكاء الصناعي فيها 44 مليون مستخدم، فيها 3700 مقرر إلكتروني، وتعطي 16 درجة علمية. طبعا لا يمكن بأي حال من الأحوال أنك تتحكم في 44 مليون مستخدم بنظم التعليم بالتقنيات القديمة، يعني لابد أنه يكون عندك الـ Artificial Intelligence، هو المشين، هو الإنجن اللي يحرك النشاط داخل المؤسسة التعليمية الضخمة العالمية هذه. طبعا من ضمن الأشياء اللي ذكروها مؤخرا في شهر أكتوبر أنه راح يمنحون درجات علمية جديدة، أعلنت درجتي ماجستير. طبعا تقريبا بالطريقة هذه يصير عندها 16 درجة ماجستير. لو تلاحظ الآن أنت الآن موجود في أي مكان من المستمعين اللي موجودين معنا الآن
العدد اللي موجود الآن، أي واحد منكم ينضم الكورسيرا يستطيع حصول على درجة علمية، باشتراك شهري تقريبا محدد. الدرجات العلمية أغلى شوية الماجستير، طبعا تقريبا الماجستير في الفيس تو فيس يكلف $40,000، على كورسيرا يكلف $20,000، إذا كان مايكرو ديجري راح تكلف أقل من $2,000 إلى $3,000، إذا كان كورسات بس راح تكلف تقريبا $90 في الشهر اشتراك، يعني فيها مرونة كبيرة جدا. طبعا في نقطة معينة أنا أقولها لطلابي لما يجون يدرسون عندي، فأقول لهم يعني ممكن تدرسون الدرس اللي ندرسه اليوم على كورسيرا ولا إيدكس، ويدرسكم واحد من هارفارد ولا من جامعة مرموقة، يعني بيدرسكم وتدفع كم، $90 ولا $40 في الشهر. وش حدكم الله على عبد الله محية، يعني أنا نفسي لو جيت أبغى أعطي كورساتي على كورسيرا ما راح يقبل منها، الستاندرد عندهم أعلى. طبعا هذا يرجعنا لموضوع الجودة، فطبعا كورسيرا إيدكس تركز على الجودة العالية. أنا دائما في نقطتين ضعف في التعليم الإلكتروني، إنه إذا ما كانت الجودة عالية فيؤدي، وإذا ما كان في موثوقية في الكريدينشال، فهذه تأخذ بعين الاعتبار من أجل رفع مصداقية موثوقية التعليم الإلكتروني. كذلك كورسيرا صلحت خدمة جميلة جدا، الخدمة هذه إن طبعا في عندنا Open Edx، طبعا في عندنا منصة اسمها منصة Edx من MIT وهارفارد، من MIT وهارفارد منصة Edx أسسها أنانت ومتاحة من ضمنها Open Edx، وموجودة Open Edx كمنصة موجودة في جامعة الملك خالد مثلا في كيكيو اكس، في جامعات اخرى مطبقينها. اذا منصة إيدكس منصة عملاقة وضخمة وبنفس كفاءة منصة كورسيرا، ولكنها مؤسسة غير ربحية، ومن ضمنها انك تستطيع انك تاخذ المنصة نفسها، ليس فقط انك تلتحق بالكورسات، تاخذ منصة وتنشئ منها منصة للتعليم والتدريب، وكما هو الحال في منصة دروب اللي تابعة لوزارة العمل هي على اوبن إيدكس. كورسيرا لا، كانت هي شركة ربحية في وادي السيليكون، ولكن فتحت المنصة لها أنها تصير المنصة، ممكن يأجروا لك المنصة وممكن يأجروا لك الكورسات، بحيث مثلا لو جت جامعة زي جامعة الملك عبد العزيز أو جامعة الملك سعود تصلح اتفاقية مع كورسيرا، فبالتالي يعطونهم حساب ادمنستريشن، وبالتالي يدخلوا عن طريق الاي بي اي يربطون معاهم مع الانفراستراكشر اللي موجودة في جامعة الملك سعود مثلا له، ويصلحون اتفاقية لإعطاء كورسات، يأخذون تقريبا $400 على الكورس على الطالب، وفي نفس الوقت كل اللي في منصة كورسيرا يكون تحت إدارة الأدمنستريتر أو مدير النظام في جامعة الملك سعود يعني لو طب. فبالتالي فهذه طبعا برضه إضافة جديدة. طبعا السبب إن كورسيرا أضافتها لأن كورسيرا بتدخل سوق الأسهم، فتبغى تزيد اليوزر اللي عندها، لأن إذا زاد اليوزر ارتفع سعرها، فبالتالي لما تنزل سوق الأسهم، لأن الآن لا زالت تحت التأسيس، يعني هي شركة ولكن يعني مؤسسين فقط مستثمرين. طبعا من ضمن البرامج، طبعا نجي عند أوبن إيدكس، جامعة أريزونا في اليسار هنا عندنا، جامعة أريزونا طبقت أن الطلاب اللي يجون يلتحقون جامعة أريزونا يبدأون يدرسون لهم في كورسات في إيدكس، بعد ما يلتحقون ينجحون يسجلون في جامعة أريزونا. فأصبحت السنة التحضيرية صلحت لها outsource، ما عندنا سنة تحضيرية في الملك سعود الملك فهد جامعات كلها تقريبا، فطبعا صلحت outsource للسنة التحضيرية مع إيدكس عن طريق منصة موك، وهذا نوع من الابتكار. طبعا صار فيها تعثر المبادرة دي، وهذا يعطينا درس، ليس كل المبادرات في التعليم الإلكتروني تنجح، لذلك لا تستثمر مبالغ ضخمة في المبادرة، صلح أجايل تجربة بسيطة بمبلغ بسيط، وبعد كده لما تنطلق راح يجونك المستثمرين زي اللي شفنا فينا. من ضمن الأشياء اللي كذلك في الذكاء الصناعي، طبعا من ضمن الذكاء الصناعي اللي تعرف على الصوت Voice Recognition، فعندنا طبعا ذي الحين لما تجي أليكسا وسيري وبيكسباي أن يتحدث أنا مع الجوال، والجوال بعد كذا هو يكتب لي تكست أو كذا. نفس الطريقة الآن صارت النظم إدارة التعلم كانفس وبلاك بورد وكورسيرا تدعم
أليكسا في ان اديوكيشن من امازون، فبالتالي صار في الفويس ريكوجنيشن، صرت انت تتكلم مع الكورس، يعني ما في داعي انك تفتح كيبورد، صرت يعني تتحدث مع الكورس يعني عشان يوفر لك خدمه. طبعا هذه كلها تعتمد على الذكاء الصناعي الارتفيشال انتليجنس. ومن ضمن الشراكات الجميله جدا اللي فيها ابتكار، اشتركت كورسيرا مع جوجل عشان يطلعون ناس سيرتيفايد في الاي بلس، اللي عباره عن يصير يقدم خدمات دعم لتقنية المعلومات. طبعا خدمات شهادات الدعم لتقنية المعلومات تطلب 6 شهور، الكورس 6 شهور طبقت شركة جوجل مع كورسيرا بالتعاون مع 25 كلية تقنية، والآن رفعوا العدد أظن تقريبا حوالي 20 كلية تقنية. فالآن أصبح الطالب يروح لكلية التقنية ويسجل في كورسيرا ويصير ويأخذ بنظام البلندد كورس ويأخذ شهادة في الاي بلس في صيانه في الصيانه الاساسيه لتقنيه المعلومات. وعاده تهم شركه جوجل، ولكن اللي سيرتيفايد على اي بلس ممكن يكون يعني عنده شهاده انه يكون يقدم خدمات الدعم الفني في الاساسيه في تقنيه المعلومات. انا في تجربه مميزه جدا 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 يعني الى ابعد حد. إذا كان في مختصين في تقنيات التعليم موجودين معنا، طبعاً يعرفون المختصين في تقنيات التعليم إنه في الخمسينات ميلادي طلع التعلم المبرمج البروغرامد إنستركشن، ثم بعد ذلك في الستينات ميلادي طلعوا الحركة الإنديفيدجوال ليرنينج التعلم الفردي. بعدها فشلت كلها، التعليم المبرمج والتعلم الفردي فشلت، والسبب في ذلك لم تكن التقنيات متاحة لتقديم هذا النوع من التعلم عالي الجودة. أوكي؟ نحط نقطة في الستينات. بعد 50 سنة جت قدرت جامعة أريزونا إنها تضع نظام adaptive system، نظام إلكتروني كامل، بحيث كل طالب يدخل. طبعا في هذا بكالوريوس البيولوجي طبقوه الآن في واحد من بكالوريوس، أي طالب يسجل على طول يبدأ يدرس في مهارات وينطلق على حسب سرعته. لو جيت أنا بعد سنتين، لأن 4 سنوات البرنامج، لو جيت بعد سنتين وأنا كان عندي أو في السنة الثالثة جيت أنا في درس في مستوى سادس مثلاً، في مستوى سادس بدأت في الدرس هذا لقيت عندي ثغرات في المستوى الثاني، على طول مباشرة أرجع بالنظام الإلكتروني لأن وأرجع مباشرة على المستوى الثاني وأحل المشاكل اللي موجودة عندي، بعد كده أرجع في المكان اللي أنا فيه. فبالتالي أنا كل طالب يمشي على حسب سرعته بناء على أدائه وإنجازه، ويصير المعلم دوره إشراف وتوجيه، والطالب هو اللي يتحكم في مسيرة عمله أثناء البكالوريوس 4 سنوات. وبدل ما سموه في الستينات الانديفيديوال ليرنينج التعلم الفردي، سموه الآن الأدابتيف ليرنينج اللي هو التعلم التكيفي، وصار كل طالب يمشي على حسب سرعته باستخدام أسلوب التعلم بالكفايات وليس بالمعايير والأهداف، وصار يعني تجربة مميزة مبنية على الذكاء الصناعي، ما فشل فيه التعلم المبرمج في الخمسينات والستينات ميلادي من ارتفاع كلفته وعدم توفر التقنيات التي تؤديه، أصبح الآن موجود ومتاح. وبدأت تجربة جامعة أريزونا، لو تلاحظون دائما كل شيء نقول جامعة أريزونا في الابتكار، فالابتكار دائما يكون مع القادة، وعندهم صراحة قيادة مميزة في الابتكار. بعد كذا يعني نحاول نصلح نخلص المحاضرة في 4 دقائق القادمة. بن ستيت، جامعة بن ستيت وورد كامبس تقريبا حوالي 100,000 طالب، ويونيفرسيتي في ميريلاند طبقت اللي هو الإرشاد الطلابي والتسجيل كله باستخدام الذكاء الصناعي، سواء من جوجل كلاود أو من سيلز فورس. يعني سيلز فورس طبقتها جامعة ميريلاند، وبن ستيت طبقت جوجل كلاود، فبالتالي راح يكون عندي ذكاء، يعني برنامج مبني على الذكاء الصناعي يتعامل مع الطلاب في التسجيل والحذف والإضافة والأسئلة والاستفسارات، وإذا كان في طالب عنده مشكلة معينة يعطيه الإرشاد ويرسل رسالة أليرت للمرشد الطلابي، فأصبح التحكم كله إلكتروني بطريقة الذكاء الصناعي. استخدموا تقنيتين مختلفة، ولكن هم قدموا نفس الخدمة لأعداد كبيرة جدا، نتحدث عن 100,000 طالب أو أكثر. طبعا نجي في الأخير آخر نقطة عندنا البلوك تشين.
طبعا هذا بيطبق من عام 2022 لعام 2025 والفيرتشوال اسيستنت. طبعا البلوك تشين من ضمن تطبيقاته جامعة وولف، وولف يونيفرسيتي، رابطها موجود عندكم الآن، تستطيع أن تدخل على الرابط تستفسر عن الجامعة وكيف تقدم تعليمها بالبلوك تشين. كذلك جامعة الرزوان رجعت لها مرة ثانية مع سيلز فورس، طبقوا تقنية اللي هي كان هدف جامعة أريزونا، اتذكرت النقطة هذه، وش كان هدفهم مع سيلز فورس، ايش اللي صلحوه في البلوك تشين. طبعا البلوك تشين معروف انه ينبنى فوقه العملة الرقمية زي البيتكوين. تقول طيب وش علاقته بالتعليم؟ طبعا بنيت عليه العملة الرقمية لانه عشان الموثوقية اللي فيه عن طريق بناء قواعد البيانات بطريقة تعطي كريدنشال، تعطي توثيق للتغييرات اللي فيها. فبالتالي عندنا في القبول التسجيل دائما عندنا مشكلة في القبول التسجيل، انه هل شهادتك اصلية، هل هي مختمة، هل صادقت عليها الملحقية. فبالتالي دائما عندنا مشكلة التوثيق في الشهادات، فاخذت البلوك تشين دخلت في التعليم العالي باب توثيق الشهادات. طب تقول وش له من داعي؟ اها هنا نقطة. السبب في ذلك أنك أصبحت تأخذ شهادات من 20 أو 30 أو 40 جهة. طيب كيف تجمع هذه؟ أخذت من، كان في الأول أقعد في جامعة واحدة وخلاص وانتهيت، لكن الآن لا، أصبحت أخذ من أكثر من جهة. فبالتالي أحتاج أن تجمع، يعني زي في السابق إذا رحت تقدم على جامعة في أمريكا يقول لك كم درجتك في التوفل، ما ترسل لهم، هم يتواصلون مع التوفل وتعطيهم انت رقم سيريال نمبر وياخذون الرقم من شركة توفل عشان يتحققون فعلا ما انت غشاش. اوكي، نفس الطريقة هذه التحقق وسحب الشهادة بدأت تقدمها سيلز فورس، فأصبحت هي كأن عملة قبول تسجيل كبرى جدا، مسجل عندها آلاف الجامعات والكليات والمعاهد. فبالتالي تجي زي جامعة أريزونا لقيت انه في 36 مليون أمريكي عندهم شهادات غير مكتملة، يا عندهم كورسين ثلاث كورسات وبعدين طلع، يا عنده أسوسيات ديجري، يا عنده دبلوم مدة سنة وطلع. هذول الأشخاص بعد ما يلتحقون بالعمل يبغى يستقطبهم جامعة أريزونا عشان يصيرون طلاب عندها في التعليم عن بعد. طيب كيف استقطبهم؟ إني أجي أنا أصلح اتفاقية مع سيلز فورس إنها تجمع الوثائق للطلاب المتقدمين، تجمعهم لو واحد يأخذ من 13 جامعة ومعهد على طول عن طريق أجمعهم وأجيبهم عندنا في قاعة البيانات في جامعة أريزونا عن طريق يعني انتجريتر اللي هي إد بلس من سيلز فورس، وأسحب الشهادات ويصير عندي نوع من التوثيق في المعاملات. إذا هذا التطبيق في البلوك تشين، طبعا الناس يقولون من 2022 ل 2025، أريزونا سبقت وطبقتها من الآن، طبقتها من 2019، وهذا دليل على الابتكار، ودليل على أن الابتكار هو من يحدث الفرق. يبقى النقطة الأخيرة عندنا اليوم، لما نجي قاعد نتكلم عن القطاع الخاص، وش علاقة القطاع الخاص؟ صراحة التعليم ممكن أن أنتقل من الجامعات للقطاع الخاص. نجي عند أكبر شبكة توظيف في العالم لينكدين، فيها 500 مليون مستخدم. لينكدين وش صلحت؟ طبعا الموظفين اللي موجودين يرسلون، طبعا كل اللي موجودين 500 مليون كل واحد حاط ملفه آخر شهادة وصل لها. الشباب أبو 18 إلى 35 مثلا يحتاجون أنه يرفع ملفه كل شوية ويحسنه عشان يلاقي فرص عمل وينتقل مكان لمكان. إذا هذول 500 مليون في من ضمنهم عدد كبير جدا يحتاج أنه يحدث ملفه، لدرجة أنهم يقولون تحديث ملفك في لينكدين أحدث من ملفك في شؤون الموظفين في الجهة اللي أنت تشتغل فيها. أوكي، فبالتالي لما تيجي أنت تبغى تحدث ملفك، طيب أنا الحين عندي أبغى أشتغل على الداتا، عندي شهادة كمبيوتر قديمة، أبغى أشتغل على داتا ساينس، وأبغى أشتغل على كذا، جابوا لك منصة ليندا واشتروها بمليار ونص. إذن صل جابوا لك منصة تعليم، لأن ما لا يمكن فصل التوظيف عن التعليم. فجت اشتروا بمليار ونص ليندا. اوكي، طيب ليندا تكفي لا ما تكفي؟ بحكم انه منصه يعني منصه
بلاتفورم عن طريق الاي بي اي ممكن تشبك مع ايدكس مع كورسيرا مع يوديسيتي، صارت ايضا تشبك مع ايدكس كورسيرا ويوديسيتي وعندهم ليندا، يعني مفهوم منصات لا يمكن تكون مغلق، لابد تكون انت منفتح، وهذا نموذج بزنس موديل. بعد كذا جت شركه مايكروسوفت قالت اشلت الجمل بما حمل، اشترتهم كلهم ب 26 مليار وجابت ازر اللي عبارة عن محرك الذكاء الصناعي الموجود في مجال شركة مايكروسوفت عشان يبدأ ينظم ما بين التعليم اللي هو التدريب على رأس العمل في ليندا للموظفين وزيادة الشهادات والتوظيف وربط الموظفين مع الشركات، وأصبحت أكبر سوق توظيف وتدريب في العالم يشمل على 500 مليون. لاحظوا نتكلم عن ليندا، نتكلم عن لينكدين، نتكلم عن مايكروسوفت، لا حنا نتكلم لا عن هارفارد ولا MIT، خلاص انتهى العصر الجامعات، اصبح الان يدير حتى اكبر التعليم في التعليم قبل الجامعي سلمان خان 120 مليون في السنة، ما هو لا يتبع لمؤسسة تعليمية، هو مؤسسة غير ربحية. اكبر منصة تعليم الكتروني موك هي كورسيرا، هي شركة في وادي السيليكون، واكبر منصة للتوظيف والتدريب في العالم شركة كانت مستقلة اسمها لينكدين وبلعتها شركة مايكروسوفت. تقريبا يعني هذا رحلة سريعة على الابتكار في التعليم، حاولنا ان نشوف مفاهيم الابتكار وحاولنا نشوف الابتكار رؤية 2030، شفنا الابتكار في التعليم قبل الجامعي وشفنا لمحة سريعة على الابتكار في التعليم الجامعي والقطاع الخاص. وختاما اعتذر شديد الاعتذار على الإطالة أو إذا بدر مني خطأ أو تقصير، شاكرا ومقدرا لجميع من حضر واستمع، وشاكرا ومقدرا لجامعة الملك خالد ممثلة في أعمال التعلم الإلكتروني، الدكتور فهد الأحمري والدكتور نايف جبلي والأخ محمد الجار الله والشباب اللي يشتغلوا، والله شباب كثير مميز في العمادة لإعداد هذا اللقاء. مجددا شكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيك العافية دكتور عبد الله، إضافات رائعة وشرح وافي ونماذج ملهمة، نتمنى أن جميع الجامعات جميع أعضاء التدريس جميع المعلمين يستفيدون من هذه التجارب، ونحاول أن إن شاء الله كما يعني خرجت نون من هذا الوطن تخرج نماذج أخرى مشرفة على مستوى العالم بإذن الله سبحانه وتعالى. يعطيك العافية دكتور، احنا هناخذ كم سؤال نختم به اللقاء يعني، ومعذرة ان هناخذ كم سؤال، الله يعطيك العافية. دكتور عبد الله ذكرت انه الجامعات قد تختفي يوما من الايام، فهل سيختفي المعلم او عضو هيئة التدريس؟ قد البعض يتخوف من هذا الموضوع يعني من مفهوم التعلم الالكتروني، ايش رايك دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الجامعات ستبقى اوكي، لكن ما عاد تبقى بنفس الوضع اللي فيه، راح تتقلص بنسبة 80% بنسبة يعني راح تتقلص بشكل كبير لأن السوق طلع برا، فهي تبقى ولكن لن تبقى كما هي عليه اليوم. أوكي. بالنسبة للمعلم هو عنصر أساسي ورئيسي، يعني حتى في تقرير من ماكنزي من غارتنر عن تأثير الذكاء الصناعي على المهن، آخر أقل مهنة تأثر فيها الذكاء الصناعي مهنة المعلم، فلأنهم يقولون في وظائف تختفي خلال كذا، فالمعلم راح يبقى له دور، لأن التعليم عملية شاقة. اليوم ما تحدثنا عن نظريات التعلم السلوكية والبنائية والمعرفية، ما تحدثنا عن الحافز ونظريات علم النفس ودخلها في التعلم، ما تحدثنا في نقاط كثيرة جدا. في المعلم ركن ركين وعنصر رئيسي في التعلم، ولو تلاحظ حتى التعلم الإلكتروني الناجح ما نجح إلا بمعلم ناجح، يعني فهد التميمي هو اللي نجح لأنه معلم ناجح، ما هو لأن يوتيوب ناجح. يوتيوب في ناس يطلعون فيها تفاهات أو كذا، وعلى ذلك تقيس حتى في التجارب العالمية. هو فعلا دكتور، حتى أنت لما تجد الآن يعني الفيديوهات اللي موجودة، الشرح اللي موجود في المنصات التعليمية، من الذي يقدمها يعني؟
لن تقدمها المنصة ولن تقدمها الآلة، إنما قدمها المعلم. فالمعلم عنصر أساسي موجود سواء في التعلم التقليدي العادي أو في التعلم الإلكتروني يعني. طيب دكتور، يعني بشكل مختصر جدا، يعني ما هو دور المعلم أو عضو هيئة التدريس للمساهمة في الابتكار في التعلم الإلكتروني؟ ما هذا موضوع، أنا أعتقد الموضوع كبير يعني، بس لمحة بسيطة حول الموضوع هذا. يعني والله السؤال يعني المعلم يعتمد على هو نفسه وين اتجاهه. الاتجاهات كثيرة، إذا كان يعني يعتمد على أنه مهارته في التدريس، التدريس الإلكتروني ينطلق في التدريس الإلكتروني، إذا مهاراته في الستيم فينطلق فيها ويوظف فيها التقنية بشكل فعال، إذا مهاراته في عملية الفيرشوال رياليتي في الأوغمنتد والفيرشوال رياليتي فينطلق في هذا المجال. لو تلاحظ حتى عندنا زملائنا في القسم كل منهم منطلق في مجال معين يكون يجد فيه نفسه أكثر. نفس النماذج اللي شفتها في العرض هذا راجعها في روابط، شوف الشيء اللي يشدك منه أكثر وش اللي يلفت انتباهك أكثر، وراح تجد أن يعني المجال واسع في التعلم، يعني المجال واسع جدا. وفي بعض الأفكار موجودة في المحاضرة هذه، يعني مثلا لو كان معلم في التعليم قبل الجامعي ممكن يأخذ نماذج كلي كريستنسن وهي 8 نماذج ويجربها، يجرب كل أسبوعين أو 3 أسابيع نموذج ويشوف من هو اللي مشى معه أكثر، ثم بعد ذلك ينطلق في نماذج البلندد ليرنينج. في أشياء كثيرة، يعني في أفكار كثيرة يعني ممكن حتى موجودة في بعضها في العروض اللي في الأمثلة اللي جبناها في ندوة الليلة. لو تعيد اسم النماذج يا دكتور اللي ذكرتها الأخيرة هذه. طبعا نتحدث طبعا في التعليم قبل الجامعي في نماذج معهد كلي كريستنسن للبلندد ليرنينج، تقريبا 6 أو 7 نماذج. أنا بحاول أرسل رابطها، فيها فيديوهات وشروحات وفيها طبعا نماذج إجرائية، برسل رابطها لتويتر العمادة يعني. لأني ما عندي أنا تشات هنا، أول مرة استخدم التطبيق ماني عارف التشات مكانه، فبرسله لحساب تويتر في العمادة، عمادة التعلم الإلكتروني. ممتاز، يعطيك العافية دكتور. دكتور، في يمكن من الأسئلة اللي تكررت أنه المنصات التعليمية اللي تقدم التعليم سواء إديكس، كوراسيرا، يعني الشهادات اللي تقدمها، وذكرت أنه هناك في حتى درجات علمية، يعني البعض يرى أنه مدى اعتماد هذه الشهادات في السوق السعودي. جيد، طبعا في تخوف يعني بالنسبه، يقول باخذ شهاده بس ما استفيد، يعني هل هي الشهاده هي الهدف الاساسي في الموضوع هذا، ولا ممكن ان يكون هناك يعني هدف اخر للتعلم في هذه المنصات؟ جيد، لو جينا الحين رحنا على وزاره الاحصاء، ما هي وزارة الإحصاء؟ عندنا وزارة المالية، في عندنا إدارة الإحصاء في وزارة المالية يصدرون تقرير ربع سنوي. لو راجعت التقرير الربع الثالث ل 2019 راح يعطيك نسب الخريجين والوظائف والباحثين عن العمل، راح تجد أنه نسبة كبيرة من الباحثين عن العمل عندهم شهادة البكالوريوس ولكنهم يبحثون عن العمل. فالبحث عن الشهادة للشهادة نفسها يعني ما عاد صار يتماشى، يعني صار في أعداد كبيرة جدا بشهادات غير موظفين. إذا في الحالة هذه أنا أبغى أبحث عن بناء المهارات، إذا كنت طبعا رحت على منصة زي إديكس أو كورسيرا راح أبحث عن بناء مهارات وأخذ عليها شهادات منهم نفسهم، بعد كذا أخذ شهادة مهنية. إذا كنت أنا مثلا أخذت في أمن المعلومات أروح أخذ في معهد سان وأخذ أصير سيرتيفايد، إذا كان في النيتورك والأشياء من هالقبيل بأخذ لي شهادة من مثلا سيسكو أو من أي شهادة أخرى، أروح المؤسسة العامة للتعليم الفني وأقدم على اختبارات المهنية وألتحق بالشهادة دي. فهي صراحة هي لبناء المهارات وتغيير مجالات العمل.
والشهادات اللي تحصل عليها أنت إذا كان هدفك الشهادة للشهادة فممكن تسجل في أي جامعة وتحصل منها وينسقونك في أي تخصص وتوصل وتجلس 4 سنوات تحصل على شهادة بتكمل تحصيل حاصل وفي الأخير تقدم على حافز. يعني يجب أن يصير عندنا فكر أنه كيف أنا أروح في مثلا البوت كامب اللي في السمر كامب اللي موجودة الآن في السعودية بشكل موسع كبير جدا، كيف ألتحق بالدوام؟ طبعا ليس بالضرورة أنك تتدرب في شيء أنت ما تحبه إطلاقا، يعني ممكن تتدرب في العلوم. طبعا أكثر شيء في المنصات الإلكترونية طبعا علوم الحاسب ومشتقاته، يعني علوم الحاسب، علوم البيانات، ولا الذكاء الصناعي، هذا رقم واحد. رقم اثنين إدارة الأعمال، ويدخل داخلها التسويق ومشتقاته. رقم ثلاثة المعلومات الصحية، يعني هذا الغريب، يعني هذه طبعا الإحصائيات اللي موجودة. طبعا أنت ممكن في التسويق، في المبيعات، في إدارة الأعمال، في الريادة، في البرمجة، في علوم البيانات، يعني يختار الشيء اللي يناسبك وتلاقي نفسك بتنبني فيه وانطلق فيه واشتغل فيه وخذ لك فيه جميل. شهادات وشهادات مهنية، وإن شاء الله يفتح لك باب. يعني أنا عملت في وظائف كان الأشخاص اللي عندهم خبرات مهنية شهادة البكالوريوس أحيانا يأخذون 6 أضعاف راتب عضو هيئة التدريس. هذه عاصرتها أنا، يعني في الشهادة المهنية ومع الممارسة والتدريب وبناء الاتصال والعلاقات تفتح آفاق كبيرة جدا. يعطيك العافية دكتور. دكتور طبعا ما شاء الله الأسئلة كثيرة، وأنا يعني حريص إن احنا ناخذ يعني جميع أسئلتكم، لكن الوقت ما يسعفنا وما ودنا نطول يعني أكثر من كذا. لكن فيه سؤال لدكتور يقول كيف احنا ممكن يعني نطبق يعني نستفيد من نطبق الطريقتين، اللي هي طريقة التعليم العادية التقليدي والتعليم الإلكتروني، يعني أساسا احنا نجمع بين الحسنيين يعني كما ذكر السائل أو السائلة. جميل جدا. إذا كان فهمت السؤال، طبعا التعليم الإلكتروني هو صراحة في عندنا التعليم التقليدي اللي هو في الفصل، وفي عندنا التعليم الإلكتروني كاملا يكون أونلاين، وفي عندنا التعليم الإلكتروني المدمج. التعليم الإلكتروني المدمج من أنجح أنواع التعلم. أوكي. فبالتالي إذا كنت تقصد في التعليم ما قبل الجامعي، ما في ذلك شك أنه النماذج اللي وضعها معهد كلي كريستنسن جيدة وتنفيذية وعملية وبنضيفها فيه. إذا كان مثلا في الجامعة، ففي الجامعات الآن تقدم نظام التعليم الإلكتروني المدمج، يعني الجامعات صارت تقدمه بشكل كبير موسع، وهو الأنجح. والجامعة السعودية الإلكترونية أكبر مثال، هي تقدم نمط تعليمها بنمط التعليم الإلكتروني المدمج، 25% حضور و75% أونلاين، وهي من أنجح الجامعات، يعني ناجحة وخريجينها من أعلى الكفايات المهنية لديهم، جامعة صارمة. يعني طبعا اللي يدلك انه طبعا لو جينا في التعليم، طبعا من ضمن الدراسات اشهر دراسة قامت فيها SRI، وهي منظمة مشهورة جدا في الاستشارات في مجال الابحاث في التعليم، بتمويل من US Department of Education، وزارة التربية الامريكية، قالوا لهم التعليم الالكتروني المدمج بدأ ينتشر، هل ندعم بميزانيات أو لا؟ في مشككين وفي مساعد وفي ناس يعني يدعمونه. طبعا صلحوا الدراسة على 2.5 مليون العينة، وبدأت الدراسة في 2007 وانتهت في 2009، وأثبتت الدراسة أن التعليم الإلكتروني المدمج نتائجهم أفضل من التعليم التقليدي وأفضل من التعليم الإلكتروني الكامل. فبالتالي التعليم الإلكتروني المدمج هو الأفضل، ما في ذلك شك. أعتقد برضو من التجارب الناجحة عندنا في المملكة دكتور عبد الله، اللي هو الجامعة السعودية الإلكترونية، وهي تطبق هذا النوع من التعلم. ذكرتها في معرض حديثي إنها من النماذج الجيدة والمميزة، وخريجينها بكفاءة عالية جدا. طبعا اغلب المنصات الان الموجوده يعني المشهوره الان اللي فيها الاعداد بالملايين هي تعتمد على التعلم الالكتروني الكامل، اليس كذلك دكتور؟ بالنسبة لكورسيرا ويدكس تقدم كلها، يا يعني أنها تصلح اتفاقية مع جامعات،
يعني مثلا تصلح اتفاقية مع جامعات وتقدم تعليم مدمج بحيث أن الطلاب مثلا يأخذون سنة أو سنتين، يعني في بالذات برامج الماجستير ويأخذون سنة في كورسيرا أو إيدكس والسنة الثانية داخل الجامعة. هذا النموذج موجود، كورسيرا عندهم 16 درجة علمية في الماجستير وإيدكس عندهم أكثر. في نموذج ثاني برضه في مرحلة البكالوريوس أنهم في السنة التحضيرية يأخذونها والمواد الإعداد العام، هذا موجود. يعني إذا الحين لما نجي مثلا في جامعات في أوروبا وفي آسيا وفي أفريقيا يأخذون كليات الهندسة، مداخل هندسة، رياضيات 101 و102، المداخل مواد الفريشمان يأخذونها كلها في كورسيرا وإيدكس، موقعين اتفاقيات مع جامعات. ففي نماذج للتعليم البلندد وفي للفول، وفي طبعا الفول انك تاخذ فول كامل برنامج يعني 100%، كلها موجوده في المنصات النموذجين هذا. يعطيك العافيه دكتور. في برضه هنا سؤال يقول يمكن وزاره التعليم دشنت بوابه المستقبل لتفعيل التعلم الالكتروني في المدارس في التعليم العام، فهل لديكم الاطلاع حول هذه المبادرة؟ والله يعني وزارة التعليم يعني عن طريق شركة تطوير مشكورة تبذل جهود في مجال تعزيز التعلم الرقمي والتحول الرقمي في التعليم والدمج، وفي أشياء جيدة ما عندي صراحة تفاصيل كبيرة عنها، لكن أعرف أنه في فريق جيد وإن شاء الله تعالى يعني تكون لهم يعني إسهامات جيدة في الميدان. طبعا في أتذكر كان في عندهم نظام إدارة التعلم اسمه كلاسيرا وطبق في عدد كبير من المدارس، وطبق بأسلوب التعليم المدمج وطبق في المناطق كلها صراحة، وفي عندهم منتجات أخرى يعني، وإن شاء الله تعالى يعني ينمو الوضع بشكل أفضل في المركز في السنتين القادمة بحوالي تعالى. يعني معروف أنه المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الآن شكل مجلس إدارة جديد وشكل إدارة جديدة، وإن شاء الله يسهمون في التكامل ما بين تطوير والجامعات وما بين وزارة التعليم، إن شاء الله أنهم يسهمون في إيجاد التعليم الإلكتروني عالي الجودة، يسهم في تحقيق رؤية 2030، يسهم في رفع الكفايات والحد من نسبة البطالة، ويسهم في تحسين جودة الحياة إن شاء الله تعالى. الله يعطيك العافية. يعطيك العافية دكتور، شكرا، شكرا لكم. وحقيقة نعتذر على بقية الأخوة والأخوات اللي ما استطعنا نحن نجاوب على أسئلتهم، لكن ممكن تتواصلون أي أحد عنده أي سؤال، حساب الدكتور عبد الله آل محية موجود في تويتر، ممكن تتواصلون معه مباشرة. إن شاء الله نلتقي بكم في ندواتنا القادمة، هي سلسلة متواصلة في الابتكار، تقريبا 5 أو 6 ندوات راح نقدمها خلال الشهر هذا وبداية الشهر القادم بإذن الله. تقريبا كل أسبوع كل اثنين عندنا ندوة إلكترونية راح نقدمها لكم في مجال الابتكار، حيكون عندنا ندوة عن الابتكار في الألعاب الإلكترونية، ندوة عن الابتكار في التحول الرقمي، على الابتكار في الذكاء الاصطناعي، الابتكار في ريادة الأعمال، ونخبة من الخبراء والمتخصصين في هذه المجالات. إلى أن نلتقي بكم في ندوات قادمة، نستودعكم الله ونستودعكم الله في أمان الله، ونلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.